فحكي في الصحيح عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. قبل أن يسلم جبير بن مطعم جاء في صلاة المغرب ولم يصلي مع الصحابة ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في سارية من سواري المسجد يستمع إلى التلاوة، يقول: فكاد قلبي أن يطير.